طيب هنطلع نشوف برضو رسالة كابتن إيهاب أمين لكابتن خالد العوضي، وبعد كده هنرجع بقى نتكلم على اللي حضراتكم مستنينه، الكرة الطائرة سواء رجال أو سيدات، وماذا سيفعل مجلس إدارة النادي الأهلي ومدير النشاط الرياضي خلال المرحلة القادمة. ولكن نطلع نشوف ماذا قال كابتن إيهاب أمين لكابتن خالد العوضي ونرجع نكمل. اول حاجه عايز ارحب بكابتن اسلام وكابتن خالد العوضي، منور الدنيا. طبعا مبارك له على موسم مليء بالبطولات وموسم طبعا ناجح. الحمد لله احنا كقطاع يعني اعتقد وكفرقه كان موسم كويس برضو، كسبنا 4 بطولات. طبعا كان كابتن خالد ليه دور كبير فيهم، وبحب اشكره على دعمه لينا طول الموسم، معانا دايما في التمارين في النادي، في السفريات، قبل الماتشات. فبشكره على دعمه وعلى الموسم الناجح، وان شاء الله الموسم اللي جاي اطول واقوى واحسن ان شاء الله. كابتن خالد منور الدنيا. اطول يعني ممكن يا بأمين. جميل بجد جميل. والله يعني لعيب هايل هادي ما شاء الله عليه. بص عايز مش يعني طبعا ايهاب حاجه فريده بنروحها شويه. هو حتى لعيبته في لعيبته تلاقيه في وسطهم كده هم حابينه، يعني عارف انت هو في لعيب دايما تلاقيه في وسط لعيبته كده كل الامور متفقين عليه، فما شاء الله عليه. بشكره جدا طيب. جدا بشكره على تعبه، بشكره على مجهوده، وبقول له شد حيلك، الجمهور عايز منك كتير، انت والرجاله بتوع الباسكت كلهم، كل رجاله الباسكت، سيف وعمر وجندي وكلهم واحد واحد عشان ما انساش حد، وقولوا شد حيلكم، عندكم بطوله مهمه جدا 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 طيب. وهي بطوله العالم. فربنا يوفقكم وشد حيلكم.